ما فيش والله يا كابتن. انا طبعا يعني لما كنت في الزمالك كان عندنا ماتش كنا بنلعب فيوتشر في الدوري، كان كويس. اخر ماتش ليا وانا في نادي الزمالك. انا كنت عايز احكي القصه كلها يا كابتن، بس احكي انت براحتك قلت خالص. لي لا لا احكي، احكي لا مثلا. لا احكي اللي انت عايزه، بالعكس انا عايزك تحكي، ماشي. تحكي كنت انا وتفتح قلبك تماما يعني. تمام، كنت انا كابتن طبعا لما كنت في حرس الحدود، ايوه. ورحت بقى خلاص كنت رايح نادي الزمالك. يمكن الصفقة ما كانتش هتكمل من حرس الحدود من للزمالك. ما كانتش هتكمل لحد آخر يوم في القيد. اه كان في فلوس، فأنا قلت لهم خلاص أنا هشيل الفلوس الباقية ومش هاخد أول سنتين، مش هاخد فلوس في في الزمالك. الزمالك. اه قلت لهم أنا مستعد إن أنا أعمل كده ومش هاخد أول سنتين، مش هاخد فلوس. كويس. الحمد لله الموضوع كمل ورحت طبعا نادي الزمالك. يمكن كانت في الأول ما كنتش بلعب في الأول، بس الحمد لله بعد كده لعبت ومعايا 2 دوري. كان معايا 2 دوري في نادي نعم. الزمالك وكاس مصر. ساعتها كابتن في اخر سنه ليا يمكن جالي كذا كذا عرض من كذا دوري يعني من بره مصر. من بره مصر. اه لا قعدت فعلا سنتين ما تاخدش فلوس، والله فعلا ما خدش ولا مليم ما كنتش باخد، خالص. مكافآت بس زي اه اللعيبه. لكن عقد ما فيش. وكنت بدفع كانوا بياخدوا من العقد بتاعي الفلوس ويدوها لنادي غزل المحله. كان الحرس ساعتها وكانوا بيدي هنا وهنا. قعدت سنتين فعلا يا كابتن، في ناس كتير شاهد على الكلام ده دول بيتاخدوا منك من مني. فلوسك. من فلوسي، ما اه انا قلت لهم خدوا انت من فلوسي بتاخد مكافآت الماتشات بس. فقط لا غير، انا فضلت لكن عقد صفر. بالظبط، انا كنت وبيتاخد منك فلوس بتدفع لا ما بين حق الرعاية لغزل المحلة حرس الحدود. وباقي بدل الانتقال من حرس بالظبط الحدود. بالظبط. نعم.